مبارك لقناة الأهلي في عيدها العاشر، ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والتوفيق. طبعا هي قناة رائدة لها دور كبير في الحياة الرياضية وبالذات في النادي الأهلي. وبهذه المناسبة نهنى طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي المصري الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة ولجماهير النادي الأهلي الكبيرة. دائما النادي الأهلي هو يعتبر أحد أعمدة الرياضة في الوطن العربي وكذلك على مستوى القارة الأفريقية، لما حقق هذا النادي من إنجازات كبيرة على مستوى الأفريقي وعلى مستوى كذلك البطولات المصرية والعربية. واعتقد النادي الأهلي داعم كبير للرياضة المصرية من خلال تواجد كثير من اللاعبين، مو فقط في كرة القدم إنما في جميع اللعبات، ويعتبر هو النادي اللي يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية في دولة في جمهورية مصر العربية. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى كذلك مزيد من التقدم لهذه القناة الكبيرة الرائدة، وتتحفنا في توعية كذلك الأجيال الرياضية لأنها لها دور كبير، وخاصة لمن يكون مستمعينها على مستوى الوطن العربي.